نجلاء، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الجمعة مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة. من جهتها رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بصدور المراسيم الرئاسية، وأكدت الحركة في تصريح صحفي أنها بذلت جهدا ومرونة للوصول إلى هذا اليوم، كما دعت إلى الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل دون استثناء. 16 عاما لزمت الفصائل الفلسطينية للعودة إلى صندوق الانتخابات. انتخابات 2006 البرلمانية الأخيرة فرقت الأخوة، فازت حينها حركة حماس واتسع الخلاف بين الضفة وغزة. بسم الله الرحمن. اليوم وبناء على التوافقات الأخيرة بين فتح وحماس، يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما لإجراء الانتخابات العامة على مراحل ثلاث: انتخابات تشريعية في 22 من مايو المقبل كمرحلة أولى، تليها انتخابات رئاسية نهاية يوليو، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 من أغسطس. الانتخابات المقبلة تجرى وفق ما سماه المرسوم النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية. إعلان القرار جاء بعد لقاء جمع عباس برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر إذانا بإطلاق الحملات الانتخابية في جميع المحافظات بما فيها القدس، وذلك بالتوازي مع حوار وطني يضمن نجاح العملية الانتخابية يؤدي إلى توقيع وثيقة شرف تلزم الجميع بنص القانون، وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتبع الانتخابات ضمانا لإنهاء حالة الانقسام سياسيا وقانونيا. الفصائل الفلسطينية كانت بدأت فعلا استعداداتها قبيل القرار المنتظر لتحديث السجل الانتخابي وتعبئة مناصريها تحضيرا لوضع القوائم الانتخابية. وطالما ستجرى الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل، يتوقع من فصائل منظمة التحرير تشكيل قوائم مشتركة. كل هذا على وقع استمرار سياسة التوسع الاستيطاني وتداعيات صفقة ترامب نتنياهو وآثارها الحاضرة ولو بغياب عرابها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله مراسلنا أحمد جرادات. أهلا بك أحمد. إذا الرئيس محمود عباس يصدر مرسوم بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حماس رحبت، هل من ردود فعل أخرى؟ نعم رولا، هناك ترحيب فلسطيني إن كان من حركة فتح أو حماس، من قيادات من فتح ومن حماس رحبوا بهذه الخطوة. هذا المرسوم جاء بعد توافق جرى بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس على إجراء الانتخابات بشكل متتابع وليس بالتوازي. كانت هذه النقطة تحديدا، إجراء الانتخابات بشكل متوازي، هي نقطة الخلاف، حيث كانت حركة حماس في البداية تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وأيضا للمجلس الوطني الفلسطيني بذات الوقت، ولكن كان هناك رفض من حركة فتح ومن محمود عباس لهذه الخطوة. حماس تراجعت خلال الفترة الماضية عن هذا المطلب بعد حصولها على ضمانات من دول عربية، ولذلك جاء المرسوم اليوم بإجراء انتخابات تشريعية رئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني تباعا. ستبدأ الانتخابات التشريعية في 22 من أيار مايو المقبل، انتخابات رئاسية في 31 من تموز المقبل، وبعد ذلك بشهر تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. كل هذه الأمور تأتي وهناك عدة أسئلة بحاجة إلى إجابات، أي هل ستدخل حركتي فتح وحماس في قائمة مشتركة كما كان الحديث في وقت سابق، أم سيكون هناك لكل منهما قائمة، أم ستذهب حماس باتجاه تحالف مع قوى المقاومة وتحالف آخر لقوى منظمة التحرير؟ كيف ستكون الانتخابات في القدس؟ تحديدا لأن في عام 2019 كانت السلطة الفلسطينية قد قدمت لإسرائيل طلبا بإجراء انتخابات في مدينة القدس أيضا، وبسبب عدم الرد الإسرائيلي على ذلك الطلب اتخذ كحجة لإرجاء الانتخابات. حاليا هناك كثير من الأسئلة. لا يعني إصدار المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات يعني أنها ستجرى أو أن ذلك سيحل جميع الإشكاليات. وبخلال الأيام المقبلة سيكون هناك حوار وطني شامل
شامل في القاهرة، سيجتمع في ستجتمع في القاهرة الفصائل الفلسطينية جميعا وتحديدا حركتي فتح وحماس من أجل الاتفاق على كيفية سير هذه الانتخابات في الفترة المقبلة. السهل حاليا تم تجاوزه وهو إصدار هذا المرسوم، الصعب هو كيف ستكون شكل هذه الانتخابات، هل هذه الانتخابات ستكرس الانقسام أم ستؤدي إلى حكومة وحدة. كل بالإجابة على كل هذه الأسئلة، أشكرك على كل هذه المعلومات من رام الله مراسلنا أحمد جردات. للتعليق على هذا الموضوع بالتحليل ينضم إلينا عبر سكايب ساري عرابي الكاتب والباحث الفلسطيني. أهلا بك سيد ساري. يعني أسئلة عديدة طرحها مراسلنا وهي يعني أسئلة الشارع الفلسطيني، ولكن السؤال الأبرز الآن، هل هذا المرسوم وهذا التوافق على هذه الانتخابات الآن بعد 15 عام يعني طي صفحة الخلافات الفلسطينية الفلسطينية؟ بالضبط هذا هو السؤال الأهم. يعني الأهم من سؤال هل ستجري هذه الانتخابات أو لن تجري هذه الانتخابات، لأنه كما قال أحمد إصدار المراسيم هو أمر سهل، ولكن في الحقيقة صعوبة ما بعد المراسيم والتفاهمات والحوارات المفترضة ما بين حركتي حماس وفتح قبل إجراء الانتخابات ومع المجموع الوطني في الحقيقة، وليس فقط بين حماس وفتح. يعني هذه هي المسألة الصعبة. لكن سواء أجريت الانتخابات أو لم تجري الانتخابات هو السؤال الذي طرحه العديد من المثقفين وحتى السياسيين، هل الانتخابات هي المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين حماس وفتح أم لا؟ كان في هناك دائما رؤية أن التحدي الذي تعانيه القضية الفلسطينية هو أكبر من الانقسام السلطوي ما بين حركتي فتح وحماس، سواء بعد مشروع الضم أو موجات التطبيع أو خطة ترامب أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو شرعنة المستوطنات الإسرائيلية، وهو أمر كان يقتضي إعادة النظر في المسار السياسي الذي أوصل الفلسطينيين إلى هذه الدرجة، والتوافق الوطني على برنامج وطني جديد وعلى خيارات جديدة، والبدء بمنظمة التحرير ثم تعيد منظمة التحرير النظر في السلطة الفلسطينية وجودا أو وظيفة. لكن كان دائما في هناك إصرار من قيادة حركة فتح على أن الانتخابات هي المدخل الوحيد لإنهاء الانقسام الفلسطيني، ربما إيمانا من حركة فتح أن النظام السياسي الفلسطيني لا ينبغي أن يكون محل إشكال أو محل افتراق بين الطرفين. لكن في الحقيقة أن جوهر النظام السياسي الفلسطيني هو سبب الانقسام الذي حصل عام 2006. يعني بمعنى عام 2006 كما يعني قال الزملاء في التقرير الذي عرضتموه، عام انتخابات 2006 وفوز حركة حماس هو الذي فرق بين الإخوة في ذلك الحين، لأنه كان في هناك إشكال عميق في الموقف من جوهر النظام السياسي ومن بنية النظام السياسي الذي أوجدته حركة. طيب إذا كان سيتم الآن الاتفاق من خلال هذه الانتخابات كما ذكرت على جوهر النظام السياسي بالمجمل، إذا ما دخلنا في تفصيلات نوعا ما، خاصة بأن الرئيس محمود عباس يعني صرح سابقا بأنه لن يكون مرشح لهذه الانتخابات، هل هناك أسماء متوقعة مثلا قد تكون ضمن قائمة المرشحين؟ لا، هو في الحقيقة كلام الرئيس أنه لن يترشح لانتخابات قادمة هو كلام قديم وليس كلاما جديدا. التفاهمات الأخيرة التي جرت في اسطنبول بين حركتي حماس وفتح كشفت عن أن مرشح حركة فتح الوحيد ربما يكون في الانتخابات القادمة هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس. الرئيس الفلسطيني ما يزال يدير الأمر بشكل عام، ما زالت المراسيم تصدر، محاولات التأثير وإعادة هندسة حتى المؤسسة القضائية بما ربما يساهم بتشكيل المشهد القادم بشكل أو بآخر. أعتقد حتى هذه اللحظة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو ضمانة وحدة حركة فتح في هذا الوقت، لأن ربما الخلاف على مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس يكون خلافا صعبا بين أقطاب الحركة ومراكز النفوذ الموجودة فيها. وبالتالي على ما أظن أن إعادة ترشيح الرئيس الفلسطيني محمود عباس من طرف حركة فتح هي خطوة ربما تكون ضرورية من وجهة نظر حركة فتح من أجل التمهيد لمرحلة ما بعد الرئيس. أنها ستقوم بترشيحه حتى لو هو كان صرح سابقا كما ذكرنا بعدم الترشح. سؤال أخير وبإيجاز إذا أمكن، ما هي المعوقات التي يمكن أن تقف عائقا في وجه إجراء هذه الانتخابات؟ هناك من رأى بأنه عزوف ربما الناس عن يعني الدخول في هذه الانتخابات والمشاركة فيها قد يكون أحد العوائق. يعني هو أولا بالنسبة لعزوف الناس، إبعاد الناس عن المجال العام وعن الممارسة السياسية وعن الاهتمام بالقضايا العامة منذ عام 2007 وحتى هذه اللحظة بالتأكيد أثر على الناس، ولكن ربما إذا رأى الناس جدية أكبر وكان في هناك إعادة للروح الوطنية والروح السياسية لدى جماهير الشعب الفلسطيني ربما يتغير هذا العامل. لكن أنا أعتقد أن العوامل لا تتعلق بالجماهير بقدر ما تتعلق بمعطيات موضوعية متعلقة بالحركتين وبالمعطى الإسرائيلي وبالعامل الإقليمي والدولي. في هناك المعيق المحتمل في
الحوارات في القاهرة قبل إجراء الانتخابات، لا ندري كيف يمكن أن يتفق الفرقاء على جملة من الأمور. في هناك مجموعة من المراسيم القضائية، المحكمة الدستورية، إعادة تشكيل المؤسسة القضائية، هي إشارات غير مطمئنة من قبل قيادة السلطة الفلسطينية، وبالتالي هي تستدعي حوارات وتفاهمات ما بين الطرفين. هل يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإجراء الانتخابات في القدس أم لا؟ وإذا كانت إجراء الانتخابات ستجري من القدس عبر التصويت الإلكتروني وليس بشكل مباشر، هل سيقبل الفرقاء الفلسطينيون هذا التنازل في قضية وطنية من هذا النوع؟ ما هو موقف المنظومة الإقليمية والدولية؟ هل سوف يشترط على يعني في الحقيقة أسئلة كثيرة سيد ساري فعلا تطرح حول هذا الملف شائك، يعني نأمل أن تكون الأيام القريبة كفيلة بالإجابة على كل هذه التساؤلات. أشكرك عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي